بعد يوم من ارتكاب نظام مجزرة الكيماوي في دوما، اتفاق يقضي بتهجير أهالي المدينة إلى إدلب وجرابلس. ردود أفعال دولية وغضب شعبي تنديدا بالهجوم الكيماوي على دوما، ومجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لبحث الملف. قتلى لقوات النظام بقصف جوي على مطار تيفور العسكري بريف حمص، وروسيا تتهم إسرائيل بالهجوم. نرحب بكم مشاهدينا الكرام في نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم. خرجت 39 حافلة فجر اليوم الاثنين تنقل أهالي مدينة دوما نحو جرابلس ومقاتلي جيش الإسلام نحو إدلب، مقابل إطلاق جيش الإسلام سراح 52 أسيرا للنظام كانوا لديهم. يأتي ذلك بعد يوم من مجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام والتي راح ضحيتها آلاف المدنيين بين شهيد ومصاب. أما عن حملة النظام الأخيرة على عموم الغوطة الشرقية نتابع التقرير التالي. مساء الأحد في الثامن من نيسان فرضت باصات التهجير نفسها على دوما بعد صبر دام 50 يوما في عموم الغوطة منذ بدء الحملة العسكرية للنظام وروسيا الأخيرة. ففي هذا اليوم توصل جيش الإسلام مع الجانب الروسي إلى اتفاق يقضي بخروج مقاتليه إلى إدلب ومن يرغب من المدنيين نحو جرابلس في ريف حلب المحرر شمالي سوريا، وعدم ملاحقة من يود البقاء أو إلزامه بالخدمة العسكرية. الاتفاق نص أيضا على خروج كامل المقاتلين خلال 48 ساعة مقابل إخراج جميع أسرى النظام لدى جيش الإسلام، إضافة إلى دخول الشرطة العسكرية الروسية إلى دوما بعد تهجير المقاتلين وعدم دخول قوات النظام إلى المدينة. اتفاق جيش الإسلام مع الجانب الروسي جاء بعد يوم من مجزرة الكيماوي التي ارتكبت بحق أهالي مدينة دوما، وراح ضحيتها أكثر من 190 شهيدا وما لا يقل عن 5000 حالة اختناق بين المدنيين. الحملة العسكرية المكثفة للنظام وروسيا على الغوطة الشرقية كانت قد بدأت في ليلة 18 من شباط، استهدفت على إثرها عموم المدن والبلدات بمئات القذائف الصاروخية موقعة مئات المدنيين بين شهيد وجريح. بعد أسبوع من حملة القصف أصدر المجلس الدولي قرارا حمل رقم 2401 يقضي بوقف إطلاق النار في سوريا لمدة 30 يوما، وذلك لإيصال المساعدات الإنسانية للغوطة، إلا أن ذلك لم يمنع من استمرار القصف وعرقلة دخول المساعدات. عقب ذلك هدنة روسية لمدة 5 ساعات يوميا أيضا لم تنجح بسبب كثافة القصف. العاشر من آذار قسم النظام الغوطة إلى 3 مناطق، دوما وحرستا وبقية البلدات، وبدأ النظام بعدها بالسيطرة على العديد من البلدات في ظل حملة قصف بجميع أنواع الأسلحة المحرمة طال جميع المناطق، ليبدأ في 22 من الشهر ذاته حملة التهجير القسري لنحو 11,000 من أهالي ومقاتلي الغوطة بدءا من حرستا ثم بقية المناطق تباعا نحو الشمال السوري المحرر. وقف لإطلاق النار شهدته دوما بعد تهجير كافة البلدات التي حولها، فحملة قصف مكثفة بداية نيسان ثم قصف كيماوي أودى بحياة العشرات وخنق المئات من أبنائها، تنتهي مأساة دوما بمأساة جديدة تقضي بخروج المقاتلين والمدنيين منها، ليكون مصيرها كمصير سابقاتها من بلدات الغوطة.
وللمزيد حول حملة تهجير نظام القصرية لأهالي الغوطة الشرقية نستقبل من ريف حلب الشمالي نائب رئيس الحكومة السورية المؤقتة سيد أكرم طعمة. أرحب بك سيد أكرم، هل كنتم تتوقعون أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه من كيماوي وتهجير وآلاف الشهداء والمصابين؟ بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برحب وعليكم جميع السلام. المشاهدين. نعم، كنا نتوقع أن سياسة التهجير التي يتبعها النظام في كافة مناطق سوريا، إضافة إلى روسيا طبعا لمساعدة روسيا والميليشيات الإيرانية، ولا يوجد أمامهم خط أحمر أماما، سواء لوضعه الأمريكان أو لوضعه الأتراك. الكيماوي تم استعماله مرات كثيرة ولم يستطع مجلس الأمن أن يفعل شيء حيال ذلك، لذلك كان لابد من يعني مقاومة بالغوطة. سأتكلم الآن عن الغوطة، مقاومة هذه السياسة بالغوطة، ولكن تحت المحرقة، تحت تأثير المحرقة التي قام بها روسيا والنظام بتسيير جميع المطارات لقصف هذه المنطقة، لم تستطع الأهالي الصمود تحت تأثير هذه المحرقة، وفضلوا التهجير وفضلوا الخروج بأرواحهم بدلا من البقاء تحت أنقاض المباني التي دمرها نعم النظام سيد ودمرتها أكرم، روسيا. نعم كنت تتحدث قبل قليل عن ارتكاب النظام لمحرقة، يعني بالحديث عن هذا، هل ستموت فكرة محاسبة الأسد لمجازر الكيماوي التي يقوم بها أمام التهجير القسري الحاصل في الوقت الراهن؟ أكيد لا. فكرة الوطن البديل الذي يحاول نظام إخراج أهالي منطقة الغوطة إلى وطن آخر، سواء شمال سوري أو أي منطقة ثانية، لن تكون في نفوس أهل الغوطة. أهل الغوطة متشبثون بأرضهم، سيحاولون كرة وبعد الكرة الرجوع إلى وطنهم بأي طريقة، سواء بحل سياسي أو غير ذلك. ولكن بدي أؤكد على نقطة، أنه الأمم المتحدة لم تلتزم بالقوانين ولم تلتزم بالعهود أو المواثيق التي هي ألزمت نفسها بها بمنع التهجير القسري، بمنع استهداف المدنيين، بتحييد المناطق المدنية عن الصراع، ولم تلتزم أيضا بقراراتها التي أصدرتها، خاصة قرار 20، والله نسيت 2401، الخبر، نعم. نعم 2401، لن تلتزم بتطبيقه، بل أن روسيا صباح صدور هذا القرار اقتحمت الغوطة ويعني بدأت بمحرقتها التي تقريبا سوت مدن الغوطة بالأرض. جميع مدن الغوطة الآن مدمرة بشكل يعني يزيد عن 50%. طيب سيد أكرم، أنتم كحكومة سورية مؤقتة موجودة في الشمال، يعني ما الذي تستطيعون تقديمه للمهاجرين الجدد باتجاه شمال المحرر؟ طبعا الحكومة المؤقتة هي عنوانها هي حكومة بالداخل، موجودة كانت بالشمال وموجودة بالغوطة وموجودة بحمص، موجودة بكل مناطق محررة. نحن ما نستطيع تقديمه هو الآن يعني التنسيق بين الدول، بين المنظمات، وإصدار التقارير وتقدير احتياجات لدعم المهجرين، ولكن لا يوجد دولة الآن تدعم الحكومة المؤقتة حتى تخصص ميزانيات لهؤلاء المهجرين. نعم أشكرك جزيل الشكر نائب رئيس الحكومة السورية المؤقتة أكرم طعمة، كنت معي من ريف حلب الشمالية. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة طارئة لبحث تقارير الهجوم الكيماوي على دوما في الغوطة الشرقية وسط إدانات دولية ونفي من قبل نظام الأسد وروسيا وإيران. وأفادت مصادر إعلامية بأن رئاسة مجلس الأمن قررت عقد الجلسة بناء على طلب 9 دول أعضاء في المجلس، فيما صرحت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن نيكي هيلي بأن على مجلس الأمن دعم تحقيق مستقل
لما حدث في دوما ومحاسبة المسؤولين عن هذا العمل الفظيع على حد وصفها. يأتي ذلك في حين دانت كل من بريطانيا وتركيا وقطر والسعودية الهجوم الكيماوي في دوما، مطالبة بإجراء تحقيق في التقارير التي اتهمت قوات النظام بتنفيذ الهجوم. من جانبه قالت وزارة الخارجية في حكومة النظام إن مزاعم استعمال السلاح الكيماوي باتت أسطوانة مملة غير مقنعة، معتبرة أن هدفها إطالة أمد عمر الإرهاب في دوما وفق تعبيرها. كما نفت روسيا وإيران استهداف قوات النظام مدينة دوما بالأسلحة الكيماوية، ووصفت التقارير حول ذلك بأنها شائعات غير منطقية تهدف لحماية الإرهابيين. هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حمل نظام بشار الأسد المسؤولية عن المجزرة الكيماوية في دوما، وهدد الأسد بدفع ثمن باهظ، كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى رد دولي على هذه المجازر أو المجزرة وسط تزايد الإدانات الدولية لهذه المجزرة. ثمن باهظ يتوعد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من وصفه مجددا بالأسد الحيوان إثر مجزرة كيماوية اقترفتها قواته في مدينة دوما في الغوطة الشرقية. تصعيد الرئيس ترامب لخطابه ضد بشار الأسد جاء عبر سلسلة من التغريدات قال فيها إن الكثيرين ماتوا بما في ذلك النساء والأطفال في هجوم كيماوي، وصفه ترامب بالمجنون مشيرا إلى أن الغوطة الشرقية منطقة تشهد الفظائع. انتقاد الرئيس ترامب بلغ سلفه باراك أوباما حيث انتقد عدم التزامه بالخط الأحمر الذي رسمه على الرمل على حد وصفه، قائلا إن التزام أوباما بخطه الأحمر كان من شأنه أن ينهي الكارثة في سوريا وأن يجعل الأسد جزءا من الماضي وفق تعبير ترامب. في هذه الأثناء قال توماس بوسيرت مستشار البيت الأبيض للأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب إن الولايات المتحدة لا تستبعد شن هجوم صاروخي ردا على الهجوم الكيماوي، وأوضح بوسيرت أن الإدارة الأمريكية التي تدرس الهجوم لا تستبعد شيئا على حد قوله. من جانبه حمل الاتحاد الأوروبي نظام الأسد مسؤولية الهجوم الكيماوي، ودعا الاتحاد إلى رد دولي على هذه المجزرة، وطالب في الوقت ذاته روسيا وإيران باستخدام نفوذهما لمنع نظام الأسد من شن هجمات أخرى. كذلك عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن قلقه الشديد من تصاعد أعمال العنف في سوريا، واصفا استخدام الأسلحة الكيماوية في دوما بأنها بغيضة وتستوجب إجراء تحقيق شامل في حال صحتها وفق تعبيره. التنديدات الدولية تتالت من الأوساط غير السياسية مع إدانة بابا الفاتيكان مجزرة الكيماوي، قائلا إنه ليس هناك حرب طيبة وأخرى سيئة، وإنه لا شيء يمكن أن يبرر استخدام وسائل إبادة ضد أشخاص وسكان لا حول لهم ولا قوة. بدوره قال كبير حاخامة إسرائيل إسحاق يوسف إنه على اليهود التزام أخلاقي بإنهاء الإبادة الجماعية القاسية التي تشهدها سوريا التي مزقتها الحرب، وأضاف يوسف أن هناك التزام أخلاقي بعدم التزام الصمت ومحاولة وقف المذبحة على حد تعبيره. العديد من الخبراء يرون أن الأسد ربما أراد إرسال رسائل عدة عبر هذه العملية التي تتزامن مع الذكرى السنوية للهجوم الكيماوي على خان شيخون، وأن النظام يهدف لاختبار ردة الفعل الدولية على هذا النوع من الهجمات في ظل تهديدات بشن ضربات بشكل أحادي على النظام. بانتظار أن تترجم التصريحات الأمريكية إلى أفعال، يختنق المزيد من السوريين بسارين الأسد وكأن لا بديل لهم عن الموت إلى الموت نفسه، فيما يقول ساسا إن رد الفعل الأمريكي وإن وقع لن يتجاوز ضربات محدودة لا تسمن ولا تغني عن جوع. نظم ناشطون ومدنيون مظاهرات ووقفات احتجاجية في العديد من المناطق المحررة للتضامن مع مدينة دوما التي تعرضت لقصف بالأسلحة الكيماوية. وشملت التحركات المنددة بالمجزرة كل من مدن الباب وجرابلس وأخترين وحيان وحريتان وصوران وعزاز ومارع والأتارب بريف حلب. كما نظم عناصر من الدفاع المدني في مدن معرة النعمان وكفرنبل وخان شيخون جنوب إدلب وقفات تضامنية مع ذوي الضحايا الذين سقطوا جراء قصف قوات النظام مدينة دوما بالأسلحة الكيماوية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
يستطيعونه، كل ما يقدرون عليه من طاقة ومن أبناء ومن قتال ومن ثورة ومن اليوم خرجت مظاهرة في مدينة الباب من الناشطين والأهالي للتضامن مع مدينة دوما، المدينة التي تتعرض لأعنف هجمة عسكرية من قبل إيران وروسيا والأسد. يتم قصف المدنيين بكافة أنواع الأسلحة. البارحة ليلا تم قصف المدينة بغاز الكيماوي وغاز السارين. هناك أكثر من 100 شهيد، أكثر من 700 مصاب، خنقا من المدنيين، جلهم من الأطفال والنساء. منذ 48 ساعة إلى الآن تم قصف المدينة بأكثر من 300 غارة جوية، 200 برميل متفجر، هناك 2000 جريح في صفوف المدنيين. مشاهدينا الكرام، نشراتنا متواصلة وتتابعون فيها بعد الفاصل. مركز التربية الخاصة للإعاقة في ريف درعا يواصل تقديم خدماته رغم ضعف الإمكانيات وقلة الدعم المادي. أرحب بكم من جديد. بعد يومين من قصف نظام الأسد مدينة دوما بالكيماوي وعقب التصريحات الدولية المهددة له من قبل أمريكا وفرنسا وبريطانيا، استهدفت غارات جوية مطار التيفور العسكري في ريف حمص مخلفة قتلى وجرحى في صفوف النظام، في حين اتهمت روسيا طائرات إسرائيلية بوقوفها وراء الاستهداف. المزيد في التقرير التالي. يبدو أن موقف نظام الأسد من استهداف قواعده العسكرية من قبل ما يطلق عليها الدول المعادية بات خاليا من عبارة الرد في الزمان والمكان المناسبين، فسكت حتى عن لغة التهديد خاصته. مطار التيفور العسكري بريف حمص تعرض بحسب وسائل إعلام النظام الرسمية لقصف جوي مجهول المصدر فجر الاثنين، رجحت أنه أمريكي، مضيفة أن قتلى وجرحى في صفوف قواته سقطوا نتيجة الغارات رغم إعلان تصدي المضادات لعدة صواريخ منها. فيما قالت مصادر إعلامية أن 14 شخصا قتلوا بينهم إيرانيون نتيجة القصف. قصف قاعدة التيفور أعقبه نفي وزارة الدفاع الأمريكية مسؤوليتها ونفي الجيش الفرنسي تنفيذه، قبل أن تؤكد وزارة الدفاع الروسية أن الغارات شنت من قبل مقاتلتين إسرائيليتين من طراز F-15، وقالت أن المطار قصف بثمانية صواريخ عبر الأجواء اللبنانية، مشيرة إلى أن دفاعات النظام دمرت 5 منها، فيما لم يصدر أي تعقيب من الجانب الإسرائيلي حول التصريحات الروسية. قصف مطار النظام جاء في وقت قال فيه الرئيس الأمريكي أن الأسد سيدفع ثمنا باهظا نتيجة استخدامه السلاح الكيماوي في دوما والذي خلف مئات الشهداء والمصابين، في حين يعقد ترامب اجتماعا مع وزير دفاعه ورئاسة هيئة الأركان المشتركة لبحث الخيارات للتعامل مع كيماوي الأسد، كغرار قصف أمريكا لمطار الشعيرات عقب كيماوي خان شيخون، ربما لتبقى الخيارات مفتوحة ومحتملة بما فيها الرد أو عدمه. وللمزيد ينضم إلينا من الرياض المحلل العسكري والاستراتيجي العميد أسعد الزعبي. أرحب بك سيادة العميد. في ظل الخلاف الحاصل حول الجهة المنفذة لضربة مطار التيفور، برأيك من هو المسؤول عن هذه الضربة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير. يعني أعتقد أن بعد كل هذه التحليلات التي حصلت وبعد كل الأخبار والبيانات التي صدرت سواء من الدولة الإرهاب الأولى روسيا أو حتى من خلال الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، أعتقد بانت الأمور بشكل واضح
أن من نفذ هذه الضربة هو طيران إسرائيلي. أمريكا لا يمكن أن تنفي أمريكا ليس خوفا من يعني تداعيات هذه الضربة، وكذلك حلفاء أمريكا يعني هذه القضية لا تحتاج لبرهان، يعني يكفي أن روسيا أقرت أن طائرتين إسرائيليتين هما من قامتا بقصف مطار التيفور. وأعتقد أن روسيا كثير من المراصد، آلاف المراصد، وهي قادرة تماما على يعني تحديد هوية القاصف وتحديد الصواريخ ومن أين انطلقت، وبالتالي يعني الآن نحن لا مجال للشك بهوية من قصف مطار التيفور، هي إسرائيل لا شك في ذلك. كثير من المراقبين ربما المدنيين يعني سمعوا صوت الطائرات في البقاع، والمسافة بين البقاع ومطار التيفور يعني جويا لا تتجاوز 70 كيلومتر، وإسرائيل قادرة على قصف هذا الموقع بفضل الأرض على مسافة أكثر من 130 كيلومتر. إذا نحن أمام حقيقة أن طيران إسرائيلي قصف، إنما يعني النفي الأمريكي هو يعني لا ينطلق من قضية يعني خوف التداعيات أو ردود الأفعال أبدا، النفي الأمريكي لأن هذه الضربة لا تتناسب مع التحذيرات الأمريكية. يعني عندما حذر ترامب وأن هناك يعني رد فعل دولي وكبير على جريمة النزل بشار الأسد، فأعتقد نحن أمام ضربات كبيرة جدا، وأعتقد حتى قد يشير إليها لأن هناك ضربات قد تستهدف القصر الجمهوري، مراكز القيادة، حتى مراكز القيادة السياسية في دمشق. لذلك عندما تحدثون على أن ذلك التهديد الكبير ينحصر في هذه الضربة، أعتقد يعني ذلك لا يمكن أن يكون واقعيا. ثم أن هناك يعني البيان الذي صدر من موسكو الساعة 10 اليوم يشير تماما الى ان مسؤوليه اسرائيل في تجهيز ضربات التيفور. نعم. طيب سياده العميد، انت كنت تقول انه لا شك في الجهه المنفذه، لكن يعني هل لهذه الضربه علاقه من قريب او بعيد بمجزره الكيماوي المرتكبه في دوما؟ من هنا أنا يعني أكدت تماما أن إسرائيل يعني دائما بعد كل مجزرة يرتكبها النظام نلاحظ أن هناك ضربات إسرائيلية يعني عمليا للتغطية الإعلامية على جريمة النزل بشار الأسد، لأنه تماما يعني إسرائيل هي من تتولى حمايته، هي من تتولى التغطية عليه، هي حتى من تشير للدول العظمى سواء روسيا أو غيرها بقضية الفيتو. وبالتالي يعني لم ينسى سوريين بعد زيارة يعني شمال بيريز إلى واشنطن أو زيارة نتنياهو إلى موسكو وزيارات المتكررة نتنياهو إلى موسكو وما صدر بعدها من بيانات أو ما اتخذ بعدها من إجراءات، كل ذلك يشير لذلك التعامل الوثيق ما بين روس إسرائيل التي أخذت على عاتقها حماية النزل بشار الأسد وما يجري حاليا. وبالتالي هذه الضربة يعني أعتقد من حيث يعني الهدف العسكري لا تتعدى هدف تكتيكي، وحتى سياسيا لا تتعدى ذلك، إنما القضية تتعلق بتغطية جريمة من جرائم هذا النزل وهي جريمة الكيماوي. ونحن اجتماع لمجلس الأمن اليوم وهو مرتين سيجتمع من أجل قضية التحقيق الكيماوي. إسرائيل تتحرك من جنب بتوجيه ضربات على النظام، وروسيا تتحرك من جنب كيل الاتهامات أو وضع الأكاذيب. طيب إذن سيادة يعني العميد، أنت لا تتوقع أن هناك يعني ضربات من الدول الكبرى، وستبقى يعني مجرد تصريحات لذر الرماد في العيون كما يقال؟ نحن نتمنى يعني نحن ننتظر، وحقيقة أمريكا إن لم ترد فهذا يعني بما لا شك يعني أو إما تآمر مجتمع دولي واضح تماما مع نظام، خصوصا أنها تجاوز القرار 2018 الذي يقضي بضرورة محاسبة نظام تحت البند السابع، أو أن مجتمع دولي هزيل ضعيف لا يقوى أن يلتقي ضربة، وبالتالي هذه تخص كرامة أمريكا وهيبة أمريكا وحتى هيبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن. نحن ننتظر يعني خلال قابل الأيام، ربما يكون اليوم أو غد أو حتى بعد غد توجيه ضربة، إن لم توجيه ضربة فبالتأكيد هناك يعني خلف الأكمة. أشكرك جزيل الشكر المحلل العسكري والاستراتيجي العميد السعد الزعبي، كنت معي من الرياض. تباينت آراء العديد من الأشخاص في ريف حلب الشمالي حول إمكانية تنفيذ ضربات على مواقع النظام من قبل الدول التي هددت إذا ما استعمل السلاح الكيماوي، فمنهم من ذهب إلى أن الدول لن توجه ضربة مطلقة، في حين قالت فئة أخرى إن الضربة ستكون شكلية فقط. نتابع. هلا كل هجمه كيماويه على اي مدينه سوريه بصير في تنديد دولي، بصير في اشاعات انه راح يصير ضربات عسكريه للنظام داخل مدينه دمشق، ولكن كل هاي التنديدات يعني ما بتفيد نهائيا، كانها هي ابره مخدر للشعب السوري.
أخي الكريم، يعني لو نظام مجتمع الدولة بده يوجه ضربه لنظام الأسد كان وجهه من 6 سنين وجه ضربه، يعني ضرب البياضة بحمص بالغازات الكيماوية وضرب خان العسل وضرب سراقب، يعني أكيد ما راح يوجه أي ضربة. لو وجه شيء ضربة عسكرية يعني راح تكون مثل حكاية يعني إبرة بنج للمجتمع. ما بتوقع إنه هالمرة إنه يتحرك، لأنه يعطينا الضوء الأخضر من جميع أنحاء العالم. طبعا لا، يعني هلا راح يطلع المجتمع الدولي ويجتمعوا فرنسا وسوف نتحقق من الامر وسوف نقصف مواقع الاسد اذا اثبتنا ذلك. هن طبعا بيكذبوا جميعا. ما بتوقع انه النظام الدولي يصدر عنه اي رده فعل لا سياسيه ولا عسكريه، راح يكتفي كالعاده، راح يكتفي المجتمع الدولي ببيانات الشجب والتنديد والادانه لا اكثر ولا اقل، وحتى اذا كان راح يكون في ضربه عسكريه راح تكون شكليه. لا ما بتوقع ضربه عسكريه، لا ما في، لانه الكل معه، امريكا معه، روسيا معه، الدول الاجنبيه والعربيه كلها معه. اتفقت فصائل وممثلون عن القلمون الشرقي بريف دمشق مع الجانب الروسي على 5 بنود كخطوة لتحييد المنطقة عن الأعمال العسكرية. وفي بيان نشرته القيادة الموحدة للقلمون قالت إنها حضرت اجتماعا في المحطة الحرارية وممثلين عن المجتمع المدني مع الجانب الروسي بوجود جهات أمنية وعسكرية، وأضافت أنه تم الاتفاق على 5 بنود أولها العمل والسعي لإيجاد حل يؤدي إلى تحييد المدن والأهالي عن أي حرب أو تهجير أو دخول الجيش إلى المدن. وتضمنت بنود الاتفاق أيضا تشكيل لجنة مشتركة للمنطقة كاملة، إضافة لتكفل الفصائل الراغبة في التفاوض بإلزام أي فصيل لا يرغب في خوض التفاوض بما يتم التوصل إليه أو إيجاد حل لذلك بما يتضمن نجاح العملية التفاوضية بالمنطقة، ويقوم الطرف الروسي بإيجاد الطرق المناسبة والسهلة والآمنة لتواجد هذه اللجنة أثناء فترة المفاوضات. ونص الاتفاق على جلب رؤية كل طرف في الجلسات القادمة للحوار والوصول إلى نقاط تفاهم. استطاع الطفل عبد الملك بعد أن التحق بمركز التربية الخاصة للإعاقة السمعية والنطقية والذهنية في ريف درعا أن يحقق تقدما ملحوظا في حالته ويتابع حياته الطبيعية مع أصدقائه في مدارس الأسوياء، فيما يتابع المركز علاج حالات متعددة للأطفال منها متلازمة داون ومشاكل نفسية وحركية أخرى في ظل ندرة هذه المراكز وعدم دعمها من قبل المنظمات المدنية. لم يكن عبد الملك الطفل الوحيد الذي يعاني من الإعاقة، فالكثير من الأطفال يعانون مشاكل سمعية ونطقية وذهنية بدرجات متفاوتة، إضافة لحالات أخرى من مرض التوحد والمشكلات النفسية والتي ازدادت خلال سنوات الحرب الدائرة رحاها في سوريا منذ 7 سنوات. حواجز قوات النظام وخطر الاعتقال وارتفاع كلفة العلاج في العاصمة دمشق زاد من تفاقم الحالات لدى الأطفال دون وجود مراكز خاصة لرعاية مثل هذه الحالات في المناطق المحررة منذ بداية الثورة وحتى عام 2016. سداً للفراغ الحاصل افتتح متطوعون وبالتعاون مع مجلس محافظة درعا عام 2016 مركز التربية الخاصة للإعاقة السمعية والنطقية والذهنية في بلدة معربة بريف درعا الشرقي ليقوم بدوره في إعادة تأهيل الأطفال ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع وتدريبهم على أنشطة مختلفة بشكل مجاني كالطفل عبد الملك الذي يعاني من مشكلة سمعية مزدوجة. الصعوبات اللي بتواجهنا بالمركز هي عدم الدعم نهائيا للمركز وصعوبة وصول الأطفال من القرى المجاورة أو القرى المحيطة بالمركز. الأطفال من غالبية محافظة درعا، كل طفل استطاع الوصول إلى المركز، كل أهل استطاعوا الوصول إلى المركز، جابوا ابنهم وسجلوا عندنا بالمركز.
عبد الملك استطاع مع مرور الأيام أن يجتاز مرحلة كبيرة من العلاج بمساعدة والدته التي كانت بجانبه طيلة فترة علاجه في المركز، ليتم نقله بعد ذلك إلى مدارس الأسوياء ويتابع حياته الطبيعية مع أصدقائه، فيما تطوعت أم عبد الملك للعمل في المركز لخدمة الأطفال بعد أن خضعت لتدريب من قبل أخصائيين. مجلس محافظة درعا وبالتعاون مع مشروع سوريا للخدمات الأساسية دعا المراكز الداعمة لذوي الاحتياجات الخاصة وجرح الحرب في محافظة درعا، دعاهم لاجتماع وضع خلاله خطة عمل لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم من أجل مساعدتهم للتغلب على الإعاقة وتأسيس عملهم الخاص وتكوين مجالات الأعمال المختلفة. احنا عندنا بمحافظة درعا 1700 حالة إعاقة، منها إعاقات دائمة ومنها إعاقات يعني نسبة 100% أو 80% أو 90%. ومع الجهود المبذولة لخدمة وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين في سوريا، تبقى الجهود منقوصة نظراً لكثرة المتضررين في الحرب، على أمل أن تتوسع المنظمات الإنسانية وتزيد من دعمهم وتأمين متطلباتهم، عساها تعوض جزءاً مما فقد منهم. وبهذا نصل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام نشرة المنتصف، ونلفت عناية المشاهدين ببرنامج ثنايا الخبر الذي يأتيكم عند الساعة 6 بتوقيت دمشق مع الزميل عمار الشاعر، وستتناول حلقة اليوم طبيعة وحجم الردود الدولية على نظام الأسد والضربة العسكرية لمطار التيفور، وما هو المتوقع من اجتماع مجلس الأمن الذي سينعقد لأجل دوما. أكيد لمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارتنا على كافة وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا على موقعنا الإلكتروني حلب2daytv.net. لقاؤنا يتجدد في نشرة المساء بأمان الله.